يقول: هل صحيح أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد تراجع عن قول عدم الخروج على الحاكم الظالم، أو بمعنى آخر حكم بوجوب الخروج على الحاكم؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. حتى لو، شوف، هذه قضية مهمة جدا. يعني ميزة مذهب أهل السنة أنه مذهب اتباع كتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه الميزة، يعظمون الكتابة، يعظمون السنة، يعظمون فهم السلف للكتاب والسنة، يقدمون فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على فهمهم هم عن العلماء الذين يأتون من بعدهم. كلما كان الناس أقرب إلى عصر النبوة كلما كانت مداركهم أفضل، خاصة الذين عاشوا أسباب النزول الآيات وأسباب ورود الحديث. هؤلاء لا شك يدركون أفضل منا. ومن الأمور يعني في هذا يعني الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو تأملها الإنسان وحده لقال فيما بينه وبين نفسه: ما العلاقة بين فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ ويظهر له أنه إذا قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول: فاذكروا أنكم قد تكونون يتامى، أو قد يكون لكم أولاد يتامى، أو كذا، أو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تتبنوا اليتامى، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتذكروا عذاب الآخرة، لكن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقد يرى البعض أنه لا تلازم أو لا ارتباط بين الموضوعين. وهكذا، وهذا الذي رآه عروة ابن الزبير، وهو إمام من أئمة التابعين، بل كان من فقهاء المدينة رحمه الله تبارك وتعالى، فسأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما العلاقة بين قوله فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث؟ فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: كان الرجل تكون عنده اليتيمة، فإذا كبرت أراد أن يتزوجها، وكان يخاف ألا يعدل معها إذا تزوجها، يعني إما لأنه قد لا يعطيها حقها بحكم أنه يراها كأنها ابنته مثلا، أو كأنها ابنته، أو أنها ليس عندها من يدافع عنها ويطلب لها حقها. فقال له الله تبارك: إن خفت ألا تقسط في اليتيمة، أي إذا أردت أن تتزوجها، فانكح ما طاب لك من النساء غيرها، عندك مثنى وثلاث ورباع. فهنا في محذوف في الآية، وهو: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي غيرهن. لكن هذا، من الذي يستطيع أن يفهم هذا الفهم؟ هو الذي عاش سبب نزول هذه الآية. وإذا قال أهل العلم إن فهم سلف الأمة مقدم على فهمنا، عاينوا نزول الآيات، غير أن فهومهم كانت أفضل وكانوا أتقى لله تبارك وتعالى. على كل حال، فميزة هذه الأمة أنها تعظم النصوص وتعظم فهم السلف، ولا تدعي في أحد من أفرادها العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. العصمة للرسول، وفي إجماع الأمة، لا تجتمع الأمة على ضلالة، اجتماعها على شيء هذا دليل على صحة هذا الشيء، لأنها تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة أبدا. لكن الأفراد وإن عظم شأنهم ممكن وارد عليهم الخطأ، سواء كان الإمام أحمد رحمه الله، أو الإمام مالك، أو الإمام الشافعي، أو الأوزاعي، أو أبو حنيفة، أو أبا حنيفة، أو سفيان الثوري، أو حتى من قبلهم من العلماء كعروة والحسن، بل حتى من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، كل هؤلاء كأفراد ليسوا معصومين، يمكن يقع منهم الخطأ. وما أجمل كلمة قالها الإمام ابن القيم، وهو ومن هو في تعظيمه للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، كان يعظم الإمام أحمد بن حنبل ويجله، ومع هذا نقل له قول
للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في تأويل صفة، فقال وفي قوله أتأمر الله فلا تستعجلوا، فقال لا يثبت هذا عن أحمد، وحنبل كان يخطئ عليه كثيرا، ثم ختمها بقوله وإن صح هذا عن أحمد فأحمد ليس نبيا، ووارد عليه الخطأ ويقدم عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هكذا هي الأمر، هي الأمور تؤخذ. ولكن احنا نقول القاعدة المبنية على الكتاب والسنة هي عدم الخروج على حكام المسلمين إذا كانوا مسلمين ليسوا كفارا، كانوا مسلمين لا يجوز الخروج عليهم، بل حتى لو كانوا عصاة، حتى لو كانوا ظلمة، إنه لا يجوز الخروج عليهم. وحديث النبي في هذا كثيرة جدا صلوات ربي وسلامه عليه، منها قوله يعني إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، أمر واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أفلا ننابذهم بسوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فقط يقيمون الصلاة لكن عندهم ظلم ويهتدون بغير هدي يستنون بغير سنتي، قال لا تخرجون عليهم أبدا. وهذا كان هدي السلف جميعا، والإمام أحمد كان كذلك، وهم على هذا الهدي وعلى هذا الطريق، ولم ينقل عنه أبدا، لا أقول خروجا، بل لا ينقل عنه أنه دعا يوما على المأمون أو على المعتصم أو على الواثق، وقد فعلوا ما فعلوا. المأمون قتل من علماء المسلمين من أبى القول بخلق القرآن، المعتصم قتل من علماء المسلمين، الواثق قتل من علماء المسلمين من أبى القول بخلق القرآن، ومع هذا لا ينقل عن أحمد يوما أنه دعا على المأمون أو دعا على المعتصم أو دعا، فضلا عن أن يكون قائلا بالخروج عليهم أبدا، لم ينقل هذا عن أحمد رحمه الله تعالى. بل إن الواثق لما أمر بإخراج أحمد من السجن اشترط عليه أن لا يحدث أحدا، ممنوع يدرس، صل وترجع البيت، فما كان يحدث أحدا. وقد ذكرنا لكم قصته مع بقي بن مخلد لما رحل إليه من الأندلس، سافر إلى العراق ليسمع من أحمد المسند، فقال أحمد أنا ممنوع من التدريس، ما أستطيع أن أدرس، ممنوع، وأنا أسمع وأطيع، مع أن ولي أمره الواثق في ذلك كان يقول بخلق القرآن، وخلق القرآن القول بخلق القرآن كفر عند أهل السنة، لكن لم يحكم عليه بالكفر لجهله في تلك المسألة، ومع هذا لم يخرج بل أطاعه ولم يحدث رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذا منهج لأهل السنة في معاملة الحكام. وأما ما تسمعون هذه الأيام من الروايات أنه قال عمر إن رأيتم فيني عوجاجا فقوموني، فقام إليه سلمان فقال نقومك بسيوفنا، هذه قصة باطلة ما تصح أبدا، لا قال عمر هذا ولا قال سلمان هذا نقومك بسيوفنا، ولا يثبت أبدا. حتى القصة المشهورة عن أبي بكر إن أصبت فاعينوني وإن أخطأت فقوموني، هذه أول لا تصح من حيث الإسناد، ثم إن صحت فالتقويم ليس بالسيف بالخروج والفساد الذي يحدث، وإنما بالنصح. وهكذا كانوا، كانوا يأتون ويناصحون، كانوا والله أجرأ منا على قول الحق، لكن بالسبيل المشروع يأتون إلى ولي الأمر يناصحونه يذكرونه بالله يكلمونه افعل كذا لا تفعل كذا اترك كذا، هكذا كانوا أجرأ منا بالحق كلمة الحق وأهل الجهاد، نحن الآن أهل كلام الله المستعان، وإلا هم كانوا أهل الحق وأهل الجهاد وأهل دعوة الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذا لا يصح، الإمام أحمد أنه تراجع عن هذا، وهذا خلاف ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في كتبه رحمه الله تعالى أو ما ينقل عنه من فتاوى. نعم.